سنة 2020 كانت سنة جحيم على كل العالم وما بقي حدا منا ما أكل ضربة من ميلة أو من أخرى. الماشي حاله بطل ماشي حاله والما ماشي حاله صار أسوأ والحالة تعبانة عند الكل. بس تعبنا من السلبية، تعبنا من الأمور البشعة، تعبنا من كل شيء عم نحكي عنه يلي كان دايما عم بينحكى عنه بضو سلبي لأنه الوضع سلبي على الكل. واليوم حبيت إنه غير جو، إنه أتذكر الأمور الحلوة صارت معي بال2020، أتذكر كيف حياتي تحولت ليوتيوبر ماشي حاله وحاليا عندي مشاريع كتير كبيرة ل2021 رح أخبركن عنها بآخر الحلقة. هول كلهم ما كان راح يصيروا بلاكن بلا ما يكون معي هالدعم، بلا ما يكون معي هالجمهور الرائع المثقف والفهمان يلي قدر شالني من مطرح ما كنت وحطني بمحل كتير عالي هلا بحياتي، محل اقدر اكون فيه مبسوط ومرتاح والوضع تعبان وين ما كان. فاول شيء بدي اعمله هو بدي اشكركم على سنه 2020 ورح نمشي سوا من اول 2020 لاخرها ونشوف هالشانل كيف اتطورت، شو اللي صار معنا، كيف وصلنا لاخر لهون، وخبركم كمان بال2021 شو ناطركم. هلا بجميع معكم دراد واليوم رح نشكركم على 2020. بلشت السنه بشكل كتير بشع علي قبل ما كان حتى في وباء عالم، قبل ما كان في شيء. انا باخر سنه 2020 صار معي مشكله بحنكه وصار عندي التهاب بالعظم. التهاب بالعظم ما خلاني بقى اقدر احكي، جربت اعمل فيديوهات، جربت ضلني عم بطلع لايف، ما في مجال. الوجع كان مش محمول لترت عملت عمليه لاجرت صلحت اللي كان عم بيصير. فاخر 2020 واول 2021 انتم ما شفتوني لحتى 6 شهر واحد لقدرت ارجع طلعت على الكاميرا وحكيت معكم وخبرتكم شو كان عم بيصير وحكيت بوقتها عن لعبه راس والفيديو نجح كتير. ونجاح الفيديو خلاني اعرف انه حتى لو تضايقت، حتى لو صار معي مشاكل، حتى لو صار معي نكسات، في جمهور بظهري، في عالم بتحبني وفي عالم رح تضلها تدعمني وتوصلني لمطرح ما حابب انا اكون. وهيدا كانت اول شيء بدي اشكركم عليه، وجودكم حدي بهالموقف كان كتير مصيري لإلي هالسنه وبين لي انه لازم اعطي اكثر لانه انتم بتستحقوا اكثر. هالسنه كملت وكان المونتايزيشن مش ماشي على تشانل يوتيوب، ما كانوا عم بيقدروا يدفعوا لي، ما كنت عم بقدر احط الادز على الفيديوهات تبعي، وهيدا كانت مشكله بق عندي بالشانل ما كان حدا عم بيعرف لها. يوتيوب تعذبوا معي كتير، ضلوا سنه عم بجربوا وما كانوا يلاقوا الحل لحد ما اجى شخص من الفريق اللي كتير مختص بامور كتير مستعصيه لو وصلت لعنده الخبريه يعني قدر حل لي اياها وقتها وبشكر كتير كمان على الموضوع. وهالموضوع صار امتى؟ قبل رمضان بشوي. بهالفترة كان عم بيصير يبلش يصير معي مشاكل بمعدتي من ورا الستريس، من ورا التعب، من ورا النفسية التعبانة، وكنت بلشت اتضايق كتير لأنه ما عم بقدر فوت مدخول من التشانل، يعني كان عندي ملايين المشاهدات بس مش قادر طلع حقه، مش قادر أعيش، حاسس حالي عم بفشل مع إنه لازم أكون عم بنجح، فحسيت حالي كتير مظلوم بوقتها، فجربت إنه أعمل حيلا شيء كرمال أقدر شيل حالي من هالعتمة، وعملت وقتها باتريون، فتحت الباتريون تبعي وهونيك نطوا العالم ليساعدوني، كانوا العالم ناطرين الدعايات على التشانل عندي أكتر ما أنا ناطرهم، كانوا محمسين ليشوفوا الدعايات ليدعموني، قدروا يخلوني يمشي حالي ماديا. واول ما عملت الباتريون فاتوا كلهم وسكبوا كل مصرياتهم هونيك وصرت عم طلع تقريبا $1000 بشهر من الباتريون. فشكرا كتير للباتريونز بكل الطبقات، الجولد، الدايموند، البلاك والبلاتينوم، ومش بس المشتركين حاليا، كل انسان اشترك هالسنه انت ساهمت بنجاح انسان اسمه دراد، انت اللي وصلتنا لهون. واكيد مش بس الباتريونز، كمان الجمهور يلي حكينا عنه باول فيديو اللي رح ضلنا نحكي عنه لانه هو الاساس. الباتريونز اجوا من الجمهور وباتريونز شقفه من الجمهور، هن منهم طبقه مفضله او شيء بس هن عالم ساهموا شوي بطريقه انه وقت انا كنت بحاله نفسيه كتير تعبانه اجوا هالاشخاص، كانوا وقتها 50 شخص ودعموني من كل محبتهم ومن كل قلبهم بلا ما يكون بدهم اي مردود او اي شيء، مهم يشوفوني انا ماشي حالي ومقلع. مشان هيك بتلاقوني عم بشكرهم بكل حلقه لانه هيدا فضل ما رح انسيه بحياتي وانا ما بنسى فضل حدا علي. من بعد ما تفعل الباتريون بكم شهر بلش رمضان وتفعلوا الارباح عندي على الشانل وصار وضعي كتير مرتاح. وبوقتها كنت عم بعمل در رمضان الشو يلي ما بعرف اذا حبيتوه او كرهتوه، اللي حبوا حبوا واللي كرهوا كرهوا، لانه هيدا الشو يا بتحبوا يا بتكرهوا، مثل انا شخصيتي كلها يا بتحبني يا بتكرهني من الاخر. در رمضان المشكله فيه انه انا ما كنت عم بشتغل مزبوط من الاول، انا كنت عم بخرج الابيسودز، انا كنت اللي عم بعمل كل شيء لحالي مع مساعده ريكو بالكتيبه وبالنص وكل شيء اكيد، بس الاخراج كان علي وانا كتير ضعيف بالاخراج. لحد ما سلمت ريكو الاخراج بنص در رمضان لبلش يصير حلو ويبلش يصير مفهوم اكثر، واذا بتلاحظوا در رمضان من نصه لبعدين كتير حلو، بالاول بضيعك ما بتفهم شو عم بيصير وهذا كان غلط من ناحيتي الي ومفروض ارجع احسنه لدر رمضان الجاي في حال عملت هيك مشروع بهالحجم، لانه هيك مشروع يعني بكلف على الصحه كتير، بس هلا صار عندي مساعد الحمد لله، صرت قادر اجيب اديتر ليساعدني، صار عندنا اديتر اسمه حليم. حليم شكرا كتير انك كنت معي بال2020، حليت لي كتير هالسنه يا برو، وريحتني كتير انه لقيت شخص بيفهم علي، لقيت شخص هو انا بس بجسم تاني، يعني حليم اذا بتحكوا معه وبتقعدوا معه كتير مهضوم وكتير حبوب وكتير لذيذ وكتير قريب للقلب، وهيدي الروح اللي انا بدي اعطيها من خلال هالشانل لانه هيدي الروح اللي بحسها فيي وبحب شاركها مع العالم. فوجود حليم معي كمان كان دفشه كتير قويه، ريحتني كتير، قدرت روح عالج صحتي، انتبه على معدتي، اعمل شويه رياضه لارجع رجلي جسمي، لانه سنه ونص قاعد لحالك عم تشتغل كل الوقت وستريس بتقتل لك جسمك قتل. فمن بعدها بعد لهلا كنت عم عالج قصه معدتي من وقتها رمضان لهلا، لانه كنت رمضان عم بعمله لحالي، رمضان 18 ساعه شغل كل يوم، بدي صور رمضان، بدي صور حلقه، بدي منتج الحلقه ودر رمضان وبدي ينزل قبل الساعه 10،
10. فكان شهر كتير صعب علي، الحمد لله قطعناه، ما طلع شيء منه يعني، ضرب تعب مش على الفاضي، بالعكس اللي حبوه كتير حبوه. انا مبسوط انه في عالم بعدها بتطالب انه بدأ رمضان 2 وهالاخبار، فبشكركم كتير على محبتكم لكل شيء عم بعمله حتى لو كان انا مش راضي عليه، فشكرا كتير. كمان من بعد رمضان بلشنا نفوت باجواء روا اكتر، بلشنا نطلق شركه روا بعد ما طلعت 100%. قريبا رح يكون اللونشينج بال 2021 وهذا الشيء لازم تكونوا ناطرينه. وبلشت اعمل ستريمينج وبلشت فوت على جو ستريمينج اكتر، وبلشت تحبوا الستريمز تبعي وتجوا كمان تدعموني هونيك بمحبتكم بوجودكم. وصلنا لحد 1000 شخص تقريبا على ستريم مره واحده، كسرنا ويب سايت روا كذا مره لانه بعد ما انطلق بعدنا عم نعدل بعدنا عم نصلح كل المشاكل الصغيره اللي قلتكم بعدها موجوده وتسبب مشاكل اكبر. فبشكركم انكم كسرتوا روا معي 3 مرات هالسنه، ويعطيكم الف عافيه على وجودكم معنا على هالمنصه كمان. شكرا كثير، وشكرا لكل انسان عم يشتغل على روا دوت تي في. بعرف قد الشباب عم يتعبوا ودعم يحطوا من قلبهم ومن روحهم ومن وقتهم كرمال يمشوا هالبلاتفورم. كمان شخص بدي اشكره على 2020 هو عبد الله ريفيوز. عبد الله ريفيوز كثير بحبه، يوتيوبر كثير 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 بحبه وكثير بحترم له شغله، ودائما بنتمسخر على بعض بنسال على بعض، بس في عالم عن جد فكروني بكرهه للزلمه. بالعكس انا ما عندي الا محبه لعبد الله، وبالعكس هي الالفه والقربه بيناتنا يلي بتخليني اتنمر عليه مثل ما بتنمر على بس دراد. هو بس دراد مثل الجمهور، فهذا هو التقارب بيناتنا بالنهايه. اعتقد اذا قعدت معكم او مع حي الله واحد منكم باي نهار وحكيته هالحكي، بالعكس حيكون متوقعه مني وحيضحك وحيكون مبسوط وحنقدر نجوي على بعض اكثر، لانه هاي شخصيتي بالنهايه، هيدي طبيعتي وهيك بتصرف. فعبد الله ريفيوز كمان عندي مشروع معه بال 2021 رح يكسر الارض، كونوا متوقعينه. كل شيء كنت عم حضره اخر هالكم اسبوع، يعني رح يدفش عالم الالعاب بعد فشخه لقدام. صدقوني اللي جاي ما حدا متوقعه، ما حدا. يا ريت في اعطيكم تيزر، يا ريت في هيك فرجيكم شويه من الشغل اللي عم نشتغله، بس بده ينطر 2021 لانه شيء بجنن. بلش سنه 2020 وكان على اخر سنه 2020 عم بطلع طلعت، يعني بدك تقولوا بنوفمبر ديسمبر 2019 بلشت تضرب التشانل عندي من ورا فيديوهات الدراما. واول 2020 بنوفمبر 17 2019 صار عندي 100,000 سبسكرايبر، على اخر 2020 كانوا صاروا 130,000 140,000، وهلا باخر 2020 صاروا 330,000 على يوتيوب لحالهم، وعلى فيسبوك تقريبا 400,000 فولوور. فشكرا لكل اللي عم يتابعوني على فيسبوك، شكرا لكل اللي عم يتابعوني على يوتيوب، شكرا لكل انسان عم بينشر الصفحه، وشكرا لكل انسان عم بيدعمني بكل الطرق المعقوله. وبتمنى لكم السنه تخير عليكم، وتكون سنتكم الجايه احلى من سنه اللي قطعت، وتلاقوا النجاح يلي ساعدتوني اوصل له. انا كمان بتمنى هالشيء لكل واحد منكم، لانه انا كنت انسان تقريبا زعلان، ما كنت مبسوط، ما كنت انسان مبسوط. من بعد يوتيوب، من بعد ما قدرت لاقي حالي هون، لاقي جمهور، لاقي العالم اللي بتحبني، تغيرت حياتي كليا. صرت انسان واثق من حاله اكثر، مبسوط اكثر، مرتاح مع حاله اكثر، صرت حاسس حالي سند لاهلي بدل ما اكون عبء عليهم. تغيرت حياتي كليا، نظرتي لحالي تغيرت، كل شيء تغير، وكله هيدا من وراكم. لو ما انتم كنتوا موجودين انا كنت بعدني انسان تعيس. فشكرا كثير انكم خليتوني اصير انسان مبسوط بال 2020، مع انه هيدي كانت يمكن اصعب سنه على 99% من البشريه، بس علي كانت سنه مصيريه وسنه غيرت لي حياتي وحسنتها 1000 مره بعد. كمان 2021 عندنا الكومبيتيشن اللي عم بحكي عنها كنت، يلي هي بتسحبوا مني محتوى وبتعملوا المحتوى اللي بدكم اياه انتم، وهيدا عم بيطلع منكم محتوى على يوتيوب شيء بجنن. انا كل يوم عم فوت اكتب دراد فلتر اقرب وقت نزله، وبشوف انتم فيديوهاتكم شو عم تعملوا، وبعمل لكم لايكات وبعمل لكم كومنتس، لانه كثير عم بيضحكوني، شغلكم رائع، اسم الله عليكم قديشكم موهوبين. يعني كل واحد كان عم بيقدم حلقه من اي نوع او حيلا شيء كان عم بيطلع شغل معه كثير حلو، عم بيطلع من قلبكم، وهذا شيء انا كثير بقدره منكم. يعني ما حدا كان عم يعملها بس لا يعملها، بالعكس كانت مبينه المحبه لالي فيهم، وكانت مبينه الروح اللي بنشاركها بين بعض هالفيديو كمان. فشكرا كثير على انكم متحمسين هالقد على هالشيء طلبته منكم، بيزكلي اللي هو تسويق لإلي. بالنهايه في جوائز لكم اكيد، بس هو اساسا تسويق للدرويكس. فشكرا كثير انكم عم بتسوقوا للشانل معي، وانكم عم بتساعدوني اكبر اكثر واكثر. حبيت اقعد واحكيكم شي مره بلا سكريبت وبلا شيء، بس لنكون تعرفوا اكثر انا كيف بحكي بالحياه، لانه بتلاقي معانا بالحياه بتفكرون بقى بصرخ الوقت. يا اخي ما بصرخ الوقت، والله بصرخ الوقت. بحكي على رواق، بحكي عادي، انسان مثلي مثل غيري، بس وقت بتكون عم تلقي بيطلع صوتك. ما فيك انه اليوم بدنا نحكي، يطلع. اذا تعرفتوا علي بالحقيقه قربوا سلموا، انا كثير منبسط فيكم. بالعكس كل انسان عم يسلم علي عم بحلل نهاري، فما عندي اي مشكله، ما حدا يستحي، ما حدا يخاف، ما حدا يفكر حعيط عليه. انا بالعكس انا كثير قريب من الناس، وبحب اتقرب من الناس، وبحب اتعرف على ناس جداد. فاهلا وسهلا فيكم وين ما تلاقوني، وان شاء الله نلتقى بال 2021 كمان. وهون نوصل لاخر فيديو السنه، احلى سنه بحياتي، ابشع سنه على البشريه. وبدي اقول لكم لاخر مره شكرا 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 على كل شيء عملتوه معي. انا مقدركم واحد واحد، ورح ضلني عم اقدركم، ورح ضلني قد ما في عم جرب رد لهالمجتمع، طور بمجتمع الالعاب وطور بعالم الالعاب بالعالم العربي طالما انا قادر. وكل ما يكون امكانياتي اكبر، كل ما اقدر اكثر، كل ما حتشوفوا تطور اكثر واكثر بالعالم العربي من ناحيه عالم الالعاب. لانه حاليا صار عندي ايد بكل شقفه من عالم الالعاب، من الاي سبورتس للجيمنج لصناعه الالعاب للتطوير لكل شيء، حتى ستريمينج روا، كل شيء عم حط ايدي فيه كرمال يكون في جوده عاليه، واضمن انه العالم العربي رح يفشخ فشخه لقدام من بعد ما اكون خلصت شغلي معه. فخليكم عم تدعموا الشانل، خليكم عم تعملوا سبسكرايب، خليكم عم تعملوا شير، وخليكم مبسوطين، وخلوني انا كمان مبسوط. وانا بشوفكم السنه الجايه. اخر حاجه ما خدناش اكو صح، فيسبوك تويتر انستا.
انستغرام وديسكورد لكم حيتشي